للمرة الثانية في تاريخه توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي المسابقة القارية. جاء هدف الزمالك واللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط أحمد حمدي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة مميزة من أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن، واستفاد الزمالك من تسجيل هدف خارج الديار في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي على الملعب البلدي لبركان في المغرب، وانتهى بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1 ليتوج الزمالك باللقب القاري مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. وسبق للزمالك حصد كأس الكونفدرالية عام 2019 على حساب نفس الفريق نهضة بركان المغربي ليصبح أول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز. وعقب المباراة احتفلت جماهير القلعة البيضاء بفوز فريقها والتتويج بالبطولة الإفريقية، وشهد استاد القاهرة الدولي احتفالا كبيرا من الجماهير الغفيرة التي احتشدت لدعم الزمالك في النهائي. هذا وقد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشاد الرئيس السيسي بالأداء المميز والجهود الرائعة التي تستحق كل التقدير، موجها كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، متمنيا المزيد من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما توجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق.